مدة أخرى إضافية لأهالينا عشان يقدروا يكملوا يخلصوا التصالح، ولا هو 30/9 اليوم الأخير؟ ازيك استاذ احمد؟ زي حضرتك. يعني انا هقول لسيادتك، احنا اتكلمنا من امتى؟ من اتكلمنا شهر. من شهر شهر واسبوعين تقريبا. نعم. صح؟ صح. انا بحييك وبحيي برنامجك. شكرا. لان لما اتكلمنا انا وانت كانت القناعات وقتها مختلفة. صح. واحنا وقتها في برنامجك قلت لك، كنت اول مرة اعلن ان احنا هنعمل جلسة قياس الاثر. صح. للتطبيق. وعملنا الجلسة دي اللي استمرت 9 ساعات وطلعنا بالعشر توصيات الشهيرة. نعم. لما الحكومة، لان ملف التصالح ده الحقيقة لابد ان احنا كلنا نتعلم منه حاجات كتيرة قوي للمستقبل. في مزبوط. دروس مستفادة كتيرة قوي 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 يا استاذ. نعم. وقت ما احنا اتكلمنا كان كل، شوف بقى التشريع طالع من امتى والتطبيقات ومحاولات الحكومة من هنا ومن هنا ومن هنا عشان يوصلوا لتحقيق نتيجة، كان كل اللي تقدم واحنا بنفتتح مع فخامة الرئيس ترعة المحمودية اعلن ان كل اللي تقدم 400,000 طلب. صح. والحصيلة لم تصل الى المليار. اول ما ابتدينا ننفذ بقى مسألة خفض الأسعار ومسألة التهيئة الإعلامية وشرح مكتسبات ومنافع القانون، وابتدى الشعب المصري يفهم الموضوع، أنا عايز أقول لحضرتك إن في أسبوعين بس الحصيلة حسب ما أعلنت الحكومة وصلت لـ8 مليار، وإن عدد المتقدمين وصل لتجاوز 1,200,000 طلب. بدون ايه بقى؟ بدون خبط، بدون زعل، بدون، لا، كله طواعية. ليه؟ لأن الناس فهمت، ولأن الأسعار بقت إلى حد كبير في متناول الناس. ثم جاء الحقيقة التوجيه الرئاسي اللي احنا بنحيي فيه فخامة الرئيس عندما وجه الحكومة بأن كل القرى والعزب والنجوع تكون الـ50 جنيه. صح. هذا الملف احنا هنقابله في ملفات هيكلية كتيرة قوي هنواجهها في المستقبل. نعم. عشان يعني نصلح من حالات كثيرة قوي في مجتمعنا. زي ملف مثلا القمامة وإعادة التدوير. زي ملف التكاتك. زي ملفات مواقف العشوائية والرسمية. الأسواق العشوائية والرسمية. المقاربة مهمة جدا. أنا سعيد بالحكومة اتخذته من إجراءات. وبشكرها. وبشكر الإعلام. لسه في عندنا ملاحظات طبعا بتطلع كل يوم زي ما قلت لك قبل كده، وبقررها ان هذه الملفات تتعالج بمبدا التقييم الدوري ثم التقويم. الملفات دي ما فيهاش كرامه، ما فيهاش، انا ما ارجعش في كلامي، لا لا لا، اللي فاهمها انها ترجع في كلامك يبقى مش فاهمها صح. دي ملفات متراكمه 50-60 سنه. نعم. لابد ان احنا واحنا بنقرب لها بنقرب بيها بلطف، بنقرب بيها بنشرح، وبعد كده بنوري سلم المجتمعي. افندم، سلم المجتمعي طبعا. هو النهارده لما جينا وشرحنا الفارق ما بين المخالفه والبناء المخالف، ما كان الموضوع مختلط على المسؤولين نفسهم والمحافظين. صح. مظبوط. واخد بال حضرتك؟ نعم. وقلنا اخواننا المخالفه هي جنحه، اما البناء المخالف هو بناء بدون رخصة بس ما تعملوش جنحة. فلازم تشرح للناس عشان يقولك طوعا. مظبوط. والمسألة اكبر من مسألة الفلوس. انا سمعت جزء من مداخلتك من شوية مع المستشار اشرف رزق. لا، اشرف رزق. شهر العقار. واحنا لما ابتدينا نقول للناس يا اخوانا المسألة اكبر، مش مسألة ان انت تتصالح او ما تتصالحش، احنا مستهدفين الرقمنة العقارية. والرقمنة العقارية الغرض منها مش ان انا احصر فقط، لا، انا الغرض منها ان انا لما يحصل اوصل للرقمنة العقارية استطيع ان انا اميكن الخدمة. وميكنة الخدمة دي في النهاية هي توصلنا للهدف اللي احنا اتكلمنا فيه الاول، الا وهو كرامة المواطن والسلم المجتمعي. هيبقى عندي مواطن يستطيع الحصول على كل خدماته اونلاين على تليفونه. لما كنا زمان يتقال لك المحمول في ايد الجميع وكنا نستعجب نقول مع جميع مين، النهارده زي ما حضرتك شايف. صح. كل الفئات سواء البسيط او المقتدر، المتعلم او الغير متعلم، شايل المحمول وبيتعامل معاه. فاحنا بنواكب العصر وبننمي بلدنا للحديث. انا عايز اقول لحضرتك ان طبعا
الإقبال. يعني أنا شكرت وقلت الجانب الإيجابي ده في المقدمة لأن ده واجب علينا. أما ولكن. بعد طبعا إحنا عندنا المدن الجديدة فيها إشكاليات. فيها إشكاليات كبيرة جدا. الخفض اللي وصل اللي أعلن عنه معالي وزير كان الراجل المحترم دكتور عاصم الجزار للأسف لم يصل إلى عدد كبير من المدن الجديدة حتى تاريخه. ما زالت المدن الجديدة ما بتديش نموذج ثلاثة وده عامل قلق عند المواطنين. إشكالية الجراجات برضو ما زالت عايزة حلحلة ورؤية. فالمدن الجديدة عايزة وقفة. عايزة وقفة بحلحلة يعني. المحافظات لا، المحافظات يمكن عشان بدت بدري فالمشاكل اللي عندها التكدس على مراكز التكنولوجية، ابتدى يتعمل شوادر، ابتدى المحافظين يبدأوا يفكروا يعمل مدارس يعملوا مراكز أخرى. طبعا موضوع الأسعار ده هي الخفض ده مشجع ناس كتير قوي 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 قوي. طيب هل محتاجين بقى ولا لا؟ هل الاعداد اللي احنا حصلنا عليها 1,200,000 او 1,300,000 هل ده يعكسوا الكم؟ الحقيقه زي ما احنا اعلنا واعلن الحكومه ومن قبلينا ان لا، الكم اللي ثابت عند الحكومه في حدود من 2 ل 3 مليون مخالفه هي اللي متايده. ليه بقول من 2 ل 3؟ لان في رقم اتقال لنا قبل كده 3 ورقم تاني دولة رئيس مجلس الوزراء قال 2 مليون، في حدود 2 مليون تقريبا مخالفة. فده المخالفة ده يعني اللي هي الجنح اللي هو التصالح لابد أن يكون وجوبيا، لأن البديل إيه؟ البديل حكم هو صادر أو قرار. ومش عايزين ندخل لمشاكل تانية وإجراءات تانية. فأما إحنا بنستهدف إيه؟ إحنا بنستهدف البناء الذي تم بدون ترخيص ولم يتم تحرير جنحة فيه، وبالتالي قلنا أن هذا النوع وهو يمثل يعني ملايين، يعني أعتقد أنه ملايين مملينة. ده يجينا طوعا ويجينا باختياره هو نظرا لمكسب هو هيعود عليه وانتفاع. ولما المستشار أشرف رزق قال لك أنه لما هيسجل هيبقى عايش في أمان، هو مش في ناس كتيرة قوي أحمد بيه بيبقى شارين مثلا وحدة لابنهم ولسه الولد بيدرس أو ويجي وفجأة أن الشقة ده هي اتكسرت وناس قاعدين فيها أو ناس بيغتصبوها أو فطبعا وبيروح الحقوق. فكون أن الوحدة العقارية تبقى مسجلة في الشهر العقاري والدولة هي الحامية والضامنة لها، فده طبعا ده مكتسب. كون أن يبقى فيه مرافقه مكتملة ده مكتسب. المهم ان المكتسب ده يكون في قدرته الماليه ويكون عن قناعه ويكون بحزم سداد طيبه. اعتقد ان احنا لو استهدفنا النوع الثاني ده قد يكون في وقت من الاوقات ما نقدرش نطالب بيها دلوقتي لان لسه المهله ما انتهتش، احنا قدامنا اسبوع وبنطالب كل الناس وبنناشدهم ان هم يتقدموا حتى لو عندهم ملاحظات. احنا زي ما اتفقنا في الاول واعتقد وعدنا وكنا على قدر وعدنا. سواء انا بقول احنا مين؟ برلمان، اعلام، حكومة ايضا. الجميع تعهد امام المواطن المصري ان هذا الملف ايا كانت ملاحظاته هتكون ايه فاحنا هناخد الملاحظات وهنشتغل عليها، واذا تطلب الامر ان احنا نراجع نعدل نخفض. كان الاول الناس متشككه لو تفتكر سيادتك يقول لك الله، هو ده لدرجه ان في احد البرامج احمد بيه طلع قال لو هي توصيات البرلمان يعني هي ملزمه للحكومه، يعني نفى المواد الدستوريه ومواد القانون. والايام اثبتت اننا لدينا حكومه رشيده. تستمع الى البرلمان، تستمع الى نبض الشارع، تستمع الى الاعلام. يا سياده النائب، نقلت للحكومه انه الناس في حاجه لمد فتره اخرى ولا خلاص مش هيحصل؟ لا انا وارد. هتكلم هقول لحضرتك طبعا وارد. طبعا وارد. واحنا هنطالب بيه امتى؟ هنطالب بيه بعد ما تجينا الارقام النهائيه. يعني انا مش عايز اطالب بيه دلوقتي لان لسه قدامي اسبوع. افرض في الاسبوع ده بالمجهود اللي انتوا بتعملوه والحكومه بتعمله والمطالبات اللي احنا ان الناس تتشجع ونفاجئ ان احنا في 30/9 ال 2 مليون مخالفه. يعني وصلنا الرقم ال 2 مليون. طب هندي ليه؟ اللي هيدعوني المد
يعني لو وصلت رقم 2 مليون مش محتاج امد خلاص. لا، محتاج اعمل ايه بقى؟ محتاج ان انا اقيم الـ 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 التجربه دي. يعني مش محتاج ان انا، محتاج ان انا اقدم نفسي مهله اشتغل على ال 2 مليون واقوي اجهزتي وادرب رجالتي اكتر. واخلي، لان احنا هنقابل بعد كده مشاكل في حاجه اسمها لجان الايه؟ التقييم، اللجان الفنيه ولجان البت بالظبط كده. واخد بال حضرتك؟ وبعدين دول. انا عندي 7 محظورات في القانون محتاجين ان احنا نراجعهم. وفي، انا برضو عشان اطمن الناس، في من اهلنا ناس كتيرة بتتكلم في السبع محظورات وال 22/7/2017 والكلام ده كله. اللي انا عرفته ويمكن اعلن امام فخامة الرئيس في برضو في اسكندرية، ان اللجنة، في لجنة حكومية بتقوم بدراسة مسألة المحظورات دي. هتكون مبنية على ايه دراستها؟ مبنية على عدد. يعني انا لو عندي حضرتك الكيس اللي قدامي، وانا عايز الناس تفهمني في الجزء ده، لو انا الكيس في المحظورات عبارة عن 100 ولا 200، مش هعدل انا في 100 او 200، لكن لما يبقى قدامي الحظر ده منصرف على 1 مليون أو 2 مليون وحدة، لابد ان انا هتعامل فيها بالتعديل. طب هعرف هم 200 ولا مليون منين؟ لما تتقدم. لما تتقدم. فعشان كده انا بناشد الناس ان هم ما يخافوش يتقدموا، لان هو لما بيتقدم انا بعرف ايه الحالات اللي عندي. مين اللي في مخالف قيد الارتفاع، مين اللي عنده خط تنظيم، مين اللي خارج التصوير الجوي، الاعداد قد ايه، وبناء على هذه الاعداد الحقيقيه نبدا احنا كحكومه وكبرلمان ان احنا نواجه هذه المساله بالاصلاحات التي في النهايه تستهدف المواطن وسلمه وكرامته وخدمته. سيادة النائب احمد السجيني، بشكرك شكرا جزيلا.